حالة إنسانية تانية رح نتعرف عليها اليوم بآي ويتنس، هي حالة الأشخاص اللي ما بيعرفوا أهلهم، تبنوهم ضاعوا وعم بفتشوا على أهلهم من جديد. منشان هيك معي اليوم من جمعية بدائل السيدة ديدا زلزل، أهلا وسهلا فيكي. في كمان معنا مارنيكس لورينز، ويلكم، and ديفيد جان بارن، ويلكم. We will discuss your case. We will discuss what happened with you. But first of all, I will start with Dida. Dida, جمعية بدائل. هي جمعية جديدة. لها بحوالي السنة. ولدت بلبنان. شو هي؟ هي من سنة بلشنا النشاط وبجولاي أخذنا العلم وخبر. جمعية بدائل هي الحق بالجذور. شو يعني الحق بالجذور؟ عنا بلبنان حوالي 40,000 ولد منفصلين عن أهلهم. هال40,000 مقسومين بين أولاد بدور أيتام، نعم، بدور رعاية أو متبنين. نعم. عنا 28,000 بدور الرعاية، اللي منهم بس لازم 4,000 يكونوا موجودين والبقية حالات فقر، مشان هيك موجودين بهالدور الرعاية. وبتعرفوا أهلهم هالحالات الفقر؟ في منهم معروفين، منهم مش معروفين. وفي عنا 12,000 متبنين لخارج لبنان بطريقة غير شرعية. وهونك يعني بيكون الشغل الكبير بهالموضوع. وحتى بدور الرعاية كمان في شغل. بدور الرعاية لما بتقولي لي إنه في 4,000 شخص هن لازم يكونوا، لازم يكونوا يعني بيكونوا أيتام، بيكون ما عندهم حدا، لازم يكونوا بهالدور الرعاية. بينما البقية بيكونوا فقراء، إنه فينا نساعدهم ضمن عائلتهم ليتا يكونوا بدور الرعاية. كم شخص تم نقلهم إلى خارج لبنان؟ 12,000. 12,000 شخص، وهي تقريبا كانت مجملة أيام الحرب. ديدا، في أيام الحرب، في قبل الحرب، في عنا أشخاص عمرهم بال50 يعني قبل الحرب، وفي بعد الحرب، يعني المشكلة مستمرة، يعني مش أنه الحرب هي سبب الانفصال. أوكي. دافيد ومانيكس هن شخصين من يلي صار معهم هالحالات بالذات، وهن شخصين من يلي تم تبنيهم ونقلهم لخارج لبنان. ما منعرف ليه، ما منعرف مين، وما منعرف الأهل إذا كان برضاهم أو مش برضاهم. يمكن هيدا المشكلة الكبيرة اللي عم بتصير. إجمالا بدون رضا الأهل، يعني بدون رضا الأم. كيف عم نعرف؟ لأنه الحالات اللي بيّنت أنه الأم هي بجبروها أنه تتخلى عن ولدها بسبب الضغوطات الاجتماعية اللي حواليها، أنه أنت أم ما عندك بي، ما عندك زوج، أنه كيف معقول يكون عندك ولد. فنحن بالمستقبل أنه عم نفكر كمان يكون عندنا نشاط هو يكون في مركز لتأهيل هالأمهات العازبات. نعم. لما يتخلوا عن، لما يتخلوا عن أولادهم يضلوا عايشين معهم، يكون في مين يحميهم. رح نحكي عن هالشق القانوني معك أيضا ديدا. ديفيد، you were born on May 2nd 1975 and since you went in Holland you don't know how, with who or why. So far you don't know your real parents, but you know that your real name is Antoine. Yes, no, I'm not very certain, yeah, but it's mentioned in my papers, Antoine. And I don't know what I have to think about that, but it's possible that it's a name for me. And you always knew that you were adopted, but by this Dutch family, but and you had some papers. Yes. Which papers do you still have? We are with a group in Holland, actually, with 400 people, and approximately 400 people, and most of us have papers, like I do, and that are legal documents, but there is no information. Most of us have a father unknown and mother unknown. Legal papers like what? Like a birth certificate and documents from the court. Which court? The Armenian Evangelical Court. But it doesn't mean you are Armenian. No.
نو. لكن ديفيد عم بيقول انه بقي عندهم بعض من اوراقهم وثيقه الولاده، ولكن ابدا ما في ذكر لاسم الام ولا لاسم الاب. المرجح انه يكون كان اسمه انطوان، وتم نقلهم من قبل المحكمه او الكنيسه الارمنيه الكنيسه الانجيليه الارمنيه بوقتها، ولكن هالشيء ما بيعني ابدا انه ارمن جديده. اكيد لا. وكيف أكيد كان لا. عم بيصير نقلهم؟ كيف تعتقدوا انه عم بيصير نقلهم، وخصوصا انه عرفنا انه بعض المستشفيات هي مستشفيات معروفه ومرتبه ببيروت يعني، وهون مثل ما عم نقول منا حاله فقر كمان، انه ما بعرف يمكن هي شبكه مؤلفه من حكمه من رجال دين من مستشفيات. لكن صراحة. عم تجربوا تفتشوا على هالمواضيع وبلشتوا تقدروا تكتشفوا، رح نحكي ايضا عن هالموضوع. مانيكس لورنز، you were born on November 18th 1977. happy birthday tomorrow. Yes. It's your birthday tomorrow. Yes. And you almost have the same story as David. You still have some yes. papers, and you always knew that you were adopted. Yes, my new parents always told me that I was being adopted from Lebanon, and I'm not from the mother who raised me. So that's yeah. And did it hurt you? As a baby, I didn't think about it. Mm-hmm. As a child, because it is hard, because you don't know about the beginning of your life. Mm. So you feel like orphaned for in a way, and you always feel different because you're not a Dutch guy. You have your temperament. So it was hard, but I pushed it away, not to think about it and not feel the pain. And you had the brothers and sisters? I do have a not biological brother. He's also adopted from Lebanon later on in 79. Yes. Brother or sister? Brother. Okay. And how is your relationship with your family, your actual family, your parents, your brother? I think a kid knows how to survive. So I had a good childhood. My parents loved me. It's your photo when you were a baby. Yes, that's me. A lot of hair. Lebanese. Yes. Okay. My parents loved me a lot, and they raised me like their own child. They had already also sworn so to do so. Yes. But later on, when I became 30, I had kids of my own. I started asking questions because then you see the bond a child has to his mother. Mm-hmm. And then you have two daughters now. Yes. 2 and 4 years. Yes. Okay. Almost two. In December, okay. She become two. Okay. And then you see the connection. The connection with the mother is very strong. Nowadays, they also think in the universities mm-hmm. that mm-hmm. the connection a child has is made not after the child is born, mm-hmm. but in the womb. Yeah. We will talk also about how you are searching. What do yes. you have as proof, actually? لكن مانيكس تقريبا عنده ذات القصة مثل ديفيد. كانوا يهتموا فيه أهله، وطول عمره عارف أنه هو متبني. عنده أخ كمان غير بيولوجي، ولكن دايما يحس حاله مختلف، ولما صار عنده أولاد حس بهالفرق أكتر، وحس أنه لازم يفتش على أهله اللي علاقته فيهم هي علاقة دم من وقت ما كان برحم والد. رح ناخذ وقفة قصيرة ومنتابع حديثنا معهم. ديدا زلزل نائبة رئيسة جمعية بدائل، جمعية بدائل اللي ما إلها زمان وعم تشتغل مع هيك حالات لحتى يقدروا يرجعوا يلاقوا أهلهم، أهدافها شو هي تحديدا وكيف عم بيكون العمل عمل الجمعية؟ أهداف الجمعية هي أنه نوصل لقانون لتنظيم طريقة الفصل. فصل الولد عن أمه. نعم. ويكون في قانون كمان لتنظيم دور الرعاية والحد من الانتهاكات اللي عم بتصير داخل دور الرعاية. انتهاكات، وهيك ذكرت هالموضوع كذا مرة، ده شو عم بيصير؟ بيصير انتهاكات جسدية، جنسية، نفسية،
وبطريقة التبني. هل في اشياء ايضا غير انونيه بتصير؟ اكيد التبني اجمالا عم بيكون بطريقه غير شرعيه فلها سبب، لازم يكون في قانون ينظم هالطريقه التبني. نحن مش ضد التبني بس يكون اشياء واضحه ضمن قانون، من خلال قانون واضح. شو اللي عم بيكون غير قانوني اكثر شيء؟ غير قانوني انه الاوراق مش مزبوطين، اسم الام والاب ما بيكونوا مزبوطين، حتى مش مذكورين يمكن مرات. هل هالشي بيعني انه ممكن يكونوا الام والاب مش ما عندهم علم باللي عم بيصير، الولد يمكن ماخوذ بطريقه معينه؟ معقول يكون في حالات اذا بدك سرقه من المستشفى يعني. نعم. ويمكن خلال الحرب هيك تصير اكثر. نعم. بس قلتي لي انه ببعض الاحيان كانوا يعلموا الام انه ولدها توفى وياخذوه مثل ما عم تقولي لنا، يسرقوه يبيعوه ويصير ببلد آخر. كيف عم تشتغل الجمعية على الأرض؟ بعرف أنه أنتم بس 5 أعضاء لهلأ، ولكن العمل عم بيكون كتير. هل في أشخاص لقيوا أهليون؟ في 3 أشخاص لحد هلأ لقيوا، بس بصعوبة كتير يعني، لأنه كان عندهم على أوراقهم يمكن مذكور اسم الأم مزبوط، صار في هال كانت أسهل شوية من قصة مانيكس وديفيد، لأنه ما عندهم ورق واضحة يعني، ورق مزورة يعني. ديفيد، what did you find so far and how did you find each other in the first place? Yes, actually we, through the years we didn't find so much. Yes. We there are a lot of persons who were searching individually, coming to Lebanon, start asking questions, going to the church, going to the hospital, but finding no information because they're telling us we have no information. And that's why I started like 10 years ago to find everyone who's adopted to Holland. And it's approximately 400 people. So that's nice. That's David, the baby David. I was nice when I was young. Huh? You are still. Yeah, thank you. Okay. So Because the lack of information, in my opinion, it was very important to unite bring us together and to tell our story. And we are now representing all the people who were adopted to Holland, and that's how I met Marnix also. And so you are a group now in Holland. How many? Yes. We're representing all of the adoptees in Holland, but we have also like a Facebook group with 70 people are attending, and we have contact every day. Children of the Cedars, and we founded also an NGO for our goals. Okay, so if anyone has any info, he can see the Facebook page or he can contact you or Dida. Manix, what did you find so far? You're just searching, like asking questions, and it's not your first time in Lebanon. No, I went back in 2009 for the first time, and then I searched on my own. My purpose was to find, just see the roots and find out where I came from. But then I was became searching for the church, for the canon court, for because there my parents got me. So that was the start for me. And I went to the hospital, and that was all I found. And everywhere you ask, you get the same story. Same story. What was the story? Was parents weren't married. So they couldn't care about for you. You had to be given away for adoption. They recognized you at the hospital? They knew the case? Nothing. Or just telling a story, not no, your story? No, I think, no, they're telling a story. Okay. I believe everybody hears the same story, being faithful to be with nice parents. This what happened with you also, David? Same story? Yes. Everywhere? Yes, everywhere. لكن ديفيد ومارنيكس تقريبا سمعوا ذات القصة بلبنان بالمستشفى محل ما ولدوا، كلهم عم بيخبرون ذات الشيء انه اهلكم ما كانوا مزوجين واضطروا يتخلوا عنكم، وعملوا جروب. واتس ذا جروب؟ فيسبوك بيج. Children of
Cedars. Children of Cedars لكل الأشخاص اللي بيقدروا يعطوا أي معلومة عن هالموضوع ويساعدون، لأن هلأ ما قدروا كتير يلاقوا معلومات، فقط عم يسألوا يطرحوا أسئلة هون وهون عم ياخدوا الجوابات ذاتها. ديدا ديدا، الجمعية وين عم بتساعد وكيف عم بتمويل؟ الجمعية هلأ نهار الخميس في عنا workshop. workshop رح يشارك فيه أشخاص جايين متبنيين جايين من هولندا. ورشة العمل عم نشوف الأفيش تبعها عند وهي طارت انت شفتي المسرحية. اها هيدي لكان أفيش المسرحية. أي متى رح بتصير المسرحية؟ نهار الجمعة ب 21 تشرين الثاني بمترو المدينة. أي ساعة؟ الساعة 10. وين عم يقدروا يلاقوا البطاقات؟ بطاقات على باب المسرح موجودين. نعم هيدي طبعا للتمويل وأنتوا اللي عملتوها أعضاء الجمعية. مزبوط، هن أشخاص عم بيعانوا من هالموضوع، هن رح يكونوا مشاركين بهالمسرحية. مشاركين كتمثيل، ككتابة، كإخراج، ككل شيء. نعم لنهار واحد. نهار واحد رح ينعرض، إن شاء الله منعرضها بعدين نشوف شو النتيجة، شو بتكون نتيجتها. هلأ بالنسبة للوركشوب رح يكون بالشراكة مع ليجل أجندا المفكرة القانونية. رح نحاول نطلع بخريطة لقانون ينظم طريقة الفصل. رح يكون في شهادات من الأشخاص المعنيين بهالموضوع. ويكون في كمان قانون مش يكون في قانون يعني خريطة لقانون، يعني أكيد ما رح نقدر نطلع بقانون بهالسرعة. مين عم يتعاون معكم ديدا؟ أي جهات؟ المفكرة القانونية. ولكن الجهات الرسمية عم نحكي. الجهات الرسمية في شوية تجاوب من وزارة الشؤون اللي هي بتعنا بهالموضوع. شوية؟ يعني. إنه هلأ كبداية، لأن إحنا بعد ما ما دقينا يعني البواب كتير. يعني بعدكم عم بدراسة وتعمق شوي بالقوانين اللي لازم تتغير او اللي لازم ينشغل عليها. اكيد في شغل، يعني في شغل كثير يعني بدها شغل. فهي المفكره القانونيه هي راح تكون بقصه انه الشغل على القانون. وكمان يكون في قانون لتنظيم الرعايه بدور الرعايه. لوقف الانتهاكات ومراقبه. يعني طبعا مين مسؤول اي وزاره عن الموضوع؟ فقط الشؤون الاجتماعيه. ووزارة الصحة هل إلا أي يدية إن كان بالمستشفيات أو بالتعاون مع الأطباء أو أبداً؟ لا لهلأ ما في شيء. ما في شيء. نعم. ديفيد، why is it so important for you to find your parents after all these years? You have a family. You have 6 kids. God bless them. Yes, I'm very blessed, and that's also something I want to tell. That's our story of most of us. It's you know, most of us are around 40, and they had children, and the biggest problem is you have actually no identity, as Marnix already a little bit told. It's very difficult. You have nothing to compare to, and it's something. It's the lack of information from your identity is inside of you during your whole life. So. We didn't ask to be adopted. We didn't ask for it. We understand it. And our story is also to tell everyone who's watching or in Lebanon that we are happy. We are happy with our lives, but there is something missing. And that's bothering our lives. Exactly. This is I wanted to talk about. David عم بيقول إنه صحيح إنه هن ربيوا وعاشوا مثل أي ولد وعندهم أطفال وعنده 6 أولاد ديفيد، ولكن هل شيء ناقص عم بيشعر فيه بداخله وعم بيحس فيه هو وكل أعضاء هالجروب اللي تعرف عليه، هالفريق اللي تعرف عليه. مانيكس، you don't feel blessed that you were adopted instead of maybe living in the streets, instead of maybe being abused in a family, in a bad family? Yes, probably. Of course I'm blessed. And I feel that way. But you are still searching. Yes, because the beginning of your life, of the lack to know it, is different from now. No, it is always be a gap in your being, in your identity, and this is also physiologically pressing on your identity. Okay. The lack of information. So
وكأنه عم بيقول مارنيكس وكأنه في مثل فقدان للهوية ديدا يعني وعم بحس بفراغ جواته. We can feel that you are really touched by this subject, by this really maybe more than David. David, you feel stronger. You look stronger. Thank you. No. No, you know it's something that what's infecting your life actually. So, and that's why we are doing this together in the Children of the Sea, this NGO, because we want information. And we are not here to blame anyone, or we understand the reasons why we were adopted. Probably we all can already say, if whatever reason it is, we can forgive that. That's not the problem. But in a sort of way, we feel Lebanese. We are having problems in Holland with that. And most of us want to be Lebanese, but it's impossible because we are Dutch. So it's causing trouble in your lives. Yes. And sometimes you feel like a product. We are like a product. Like a product. Oh. Because we're sold to another parent. مانيكس وديفيد عم بيقولوا إنه أوقات بحسوا حالهم وكأنهم سلعة مباعت مش كأنهم أشخاص. ديفيد قال شيء رائع ديدا إنه نحن لبنانية وحاسين إنه لبنانية وبدنا نكون لبنانية ولكن ما عم نقدر, ما بدنا نلوم حدا, بدنا حدا يساعدنا. ديدا شو ندائك اليوم؟ إنه كل ولد بحق له يعرف جذوره. نعم. أوكي إنه بصير التبني أوكي يصير ضمن قوانين. نعم. يكون هالولد عارف طلب اليوم هيك انتوا على الهواء يعني معنا شو طلبكم؟ طلبنا انه اي ابني كان اللي عنده مشكله او بيعرف حدا او تعرف على ديفيد ولا مارفيكس من خلال الصور اللي نزلوا, من خلال تواريخ الولاده تبعهم كمان, يكون في حدا. Good luck. I wish you all the luck. We all wish you all the luck. And the Lebanese people welcome you. You are the most welcome in Lebanon and feel Lebanese. We're proud of you. Adida, إن شاء الله بتلاقوا نتائج كبيرة. وطبعا نداء لأي شخص قدر يتعرف على ديفيد ومانكس معنا اليوم يبعث كل المعلومات اللي ممكن تفيدهم ليلاقوا أهليهم. نحن رح ناخذ بريك قصير ومنتابع NTV Live.